اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من باندو رياكشنز، معكم الباندو شخصيا. وحلقه اليوم مثل ما شفتوا بالثمنيل اللي هي عن تراك ماما سامارا. مثل ما بتعرفوا هلا الدنيا كلها عم تحكي بسامارا على الان بالامارات، بعتقد، وهاشتاج فري سامارا مولع الدنيا. فهاشتاج فري سامارا، ما بعرف شو هو الموضوع بالضبط، اذا حدا بيعرف شو انه او ليش هو ما انه قادر يطلع من الامارات او كذا يكتب لي بالكومنتس تحت. هاي اول مره بعمل رياكشن عنه لسمارة على التشانل. الاغنيه نزلت من 5 ايام، فخلينا نشوف شو عنده. قبل ما نبلش، اكيد اذا عم تحضرون وعم يعجبكم الكونتنت، بليز لايك وكومنت لتساعد بانتشار الفيديو، واهم شيء سبسكرايب. وخلونا نبلش بالرياكشن. سمارة، فرجينا شو عندك. خلولي الماما وانتو ما اخدوني، خلولي الماما وانتو ما اخدوني، خلولي الماما وانتو ما اخدوني، خلولي الماما انتو ما سبب في جروحي، عشرتهم خسارة لحد يفرحني، شرجي سلاحي بعبارة كان يرجع وقت يسمح لي، للشيخة والسارة قلبي معبي يكتب لي. عم يحكي عن الشيء اللي عم بيصير معه، او هو كيف شايف الاشياء، او فكرة الفيديو كليب هيدي. الناس من وين ما كان حاملين فري سمارة فكرة كتير حلوة، لانه هو عم يحكي عن هذا الموضوع. الشيخة والسارة قلبي معبي يكتب لي، ربي لا تانا نتمنى يغفر لي، عمري في الشيخة خليت يستنى في ضحكة تفرحني، تنسيني في وافعي وجروحي اللي ريت، حب نرجع كيمينة للحومة، تسبيحة والغلطة مزنقة في بيت، بكثرة ما يعيشوا سقاطوا في بعضهم خليني دخلوني في حيط، الدنيا ما تعطي للبي خليني وعطيني بجنتا في جيب، عدي وشدة وعلينا وتتعدى ولميمة في قلبي وتبيب، لا سلطة ولا دولة ولا حبسي حبسنا صديق، رفض في الحومة ندور في سواقر يحبوا يخلوني في حالي، انت شيطانة صبت باكي ترانا ما تجيني وتحكي لي في بيلي، سيب نختنا خلونا نعيش وخرجني من مخك يا بي، تلقاني في دورة في كوبا دكور وندور في عقلي، خلولي الماما وانتو ما اخدوني، خلولي الماما انتو ما اخدوني، قولي الماما انتو ما اخدوني، خلولي الماما انتو ما سبب في جروحي. فايب الغنية صراحة يعني كتير 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 حلوة، كتير تسرد فيها، كتير هيك تخليك انه تندمج معها، ما بتعرف وين بك توقف، ما بتعرف وين بدك تحكي. هايدي فلكس رائعة، كمان حاطت الدرع اليوتيوب مليون سبسكرايبر، قطعت الكهرباء. ويلكم تو لبنان. اهلا وسهلا بكم في دولة لبنان العزيز. خلونا نكمل. وتأكد الحقيقة مش طف كمانا كي انتي كي هو، خليني في راسي في الظلمة مش نظر، اخباركم ما في امان اللي عندي ما نحكي في ظهركم مش طف، وحلمك لحلمته في بلادك كذية، شوفلو جبنا بشتف لوسية مكتوبة والعيني للحمرة مضبوطة بحشيشة بشتص، هذي كارت ميل اللي عندي الوحيدة والبقي ما عندي ما نخس، اي ما عندي ما نخس. سمارة، الله يفك أسرك يا سمارة. مثل ما قلت، فكرة الفيديو كليب كتير 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 حلوة، وبالآخر شفنا كتير مشاهير عم بيطالبوا بهيدا الشيء، بفك أسره لسمارة. الغنية إذا بقى نحكي كتراك كتير حلوة. هلا هي الفايب تبعها حزين، كونه عم يحكي عن اللي عم بيصير معه أو عن اللي عم يمرق فيه هلا، بس هيدا الفايب والبيت اللي جاي أفريكان شوي،
بفوتك بيموت تاني كليا. كمان مرة هاشتاج ري سمارة. اذا عجبكم هذا الفيديو بليز لايك سبسكرايب وشو وصلنا بالكومنتس. فولو مي على انستغرام موجود بالدسكريبشن. كان معكم باندو. Peace out.